مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. والنشرة الجوية، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غدا أن يسود البلاد طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا شمالا، شديد البرودة جنوبا ليلا. كما تقل الرؤية الأفقية في شبورة المائية صباحا التي تكون كثيفة وتصل لحد الضباب أحيانا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط للأمطار التي تكون خفيفة صباحا على السواحل الغربية للبلاد، ورياح معتدلة والبحر المتوسط خفيف إلى معتدل. أما ارتفاع الموج فهو من متر إلى متر ونصف، واتجاه رياح شمالية شرقية. أما عن سيناء فالطقس مائل للدفء شمالا، دافئ جنوبا نهارا، بارد ليلا، ورياح معتدلة والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية. وعن التوقعات المنتظرة للأيام القادمة فتشير إلى استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة في الصباح. أما عن درجات الحرارة فنبدأها من مدينة القاهرة. غدا يوم الثلاثاء 22/13، الأربعاء 23/13، وفي يوم الخميس 23/12. وفي مدينة شرم الشيخ يوم الثلاثاء 26/16، الأربعاء 25/16، وفي يوم الخميس 26/16. وفي مدينة الأقصر يوم الثلاثاء 26/10، الأربعاء 28/11، وفي يوم الخميس 29/11. أما عن درجات الحرارة المتوقعة في بقية مدن ومحافظات مصر فهي كالآتي. نبدأها من مدينة القاهرة مرة أخرى 22/13، الإسكندرية 22/12، وفي دمياط 22/13، وفي بورسعيد 22/14، العريش 21/11، رفح 20/11، الإسماعيلية 23/11، وفي السويس 22/12، مطروح 22/10، وادي النطرون 21/12، وفي المنصورة 22 أيضا 12، وفي طنطا 22/12، دمنهور 22/12، سانت كاترين 20/5، الغردقة 24/15، شرم الشيخ 26/16، الفيوم 22/8، المنيا 23/8، وفي أسيوط 23/9، وفي سوهاج 24/10، قنا 25/10، الأقصر 26/10، وفي الوادي الجديد 25/5، وفي أسوان 27/11، حلايب 24/18، شلاتين 26/17، وفي أبو رماد 25/17، وأخيرا في رأس حدربة العظمى 24 والصغرى 18.